Bonsoir tout le monde. Masa al-khair. Azul fil-lawen. J'ai le OK. Ma la balish ki fah ja. Ktachah yirah. Mais peu importe. J'ai le OK. Andi chhaïga ki me goulana fi qsem tana. Bon. Le live de ce soir. Après, ils te dachkou. Mais ils dachkou à l'arwaakou. Parce que le ghalib. Le live de ce soir. On va se focaliser où je gagne Raïs le comédien, le président de la comédie nationale. Mais je suis Raïs le Jumhuria, mais Raïs le comédien le Jumhuria. C'est bon. Je suis en compagnie de Ahmed Bouakaz et de Ali. Mais شوفوا هذه عندنا احنا ما يهمناش واش يقولوا لي بلوك الاخرين القرود الاخرين الداند الاخرين يا بوكو دو فيريتي قالهم تبون نو لي مو سايز مانيش خابط جوست اوكي ما نخبطش باسكو دو عندي دياليز دونك اليوم ما نشربش شوفات دونك ne me posez pas ce genre de question demain j'ai une dialyse à 6h30 du matin donc ما نشربش si j'ai le OK c'est que عندي شي حايكه tout simplement parce que je suis quelqu'un de malade ما عليناش عادي pour nos auditeurs l'ukhrain je vous emmerde l'ukhrain je vous emmerde je vous encule بلا ما نقول لكم بالعربيه واش ندير لكم الاخرين ما يهمونيش اش بال ما زوديتار اش ما مانيش خابط الله غالب جي لو اوكي باسكو ليتا دو سونتي تاعي il est extrêmement difficile à gérer المهم بref donc je reviens au sujet initial سمعنا واش قال تبون عنده دو تيار دو فيريتي ان تيار دو مونسونج افون دوني لا بارول سي احمد يا سي علي تبون اي بارل دون الوكاسيون شوماج من حال البطاله جامي سمعت رئيس جمهورية يهضر على منحة للبطالة بالطريقة هذه لأنه بغل غير متمكن من التقنيات il ne maîtrise pas la technicité d'une allocation chômage ou d'un revenu minimum parce que c'est pas réellement c'est pas une allocation chômage même le journaliste الحمار اللي interviewه يحكي له شوفوا جماعة L'allocation chômage, c'est quoi? C'est que واحد خدم وفقد منصب الشغل تاعو نعطيوه allocation chômage parce qu'il a cotisé. هنا il parle d'un revenu minimum vital d'insertion sociétale. يعني مدخول بالنسبة للناس اللي ما عندهاش أصلا منصب عمل. دونك هنا خلت ربها باسكو قال له قول صحيت باش ما نكذبوش على الشعب ونقول لكم ماذا بيا نص الناس اللي تبعوا فيها يزيدوا يروحوا عند امير دي زاد وزيدوا باش ما نكذبوش على الشعب لابارتي القسم اللي قال فيه حكى فيه على اقتصادية الجزائر تبون عنده الحق ماشي باسكو اسمو تبون ولا باسكو هو سراق هو سرق قد السيد اللي يحكي عليه نتاع لو اس كادي نتاع المونتاج تاع الطوموبيلات هو في حد ذاته كي كان في وزارة تاع السكنات سرق 300 فاصل
3.5 مليار دولار مع شركة تركيا، وتركيا درجة أولى، المصرية درجة ثانية، والصينية درجة ثالثة. ما يهمناش، لكن أنا نتحدث على واش قال حاليا كرئيس اعتمد من طرف قوة معينة في الجزائر جمهورية. أنا اللي يقولوا لي الناس رافضين تبون، نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واحد قال لي تشرب الراه جي سكر جي كبير وتشرب، ماذا تقول يا رايك يوم القيامة؟ الشيخ اسمه أبو تعلبية الخشيمي. يا ولدي نقول له ظفن كولو اين منهم لياس؟ لا معليش احمد سامسولاج نهضر السيدة سولاجي جو سي مون امي نخلينا مجدهم راه هذاك. معليش معليش نقول له ظفن كولو بالطليانية، نجوها بالعربية روح طيط يماك، بالفرنسيسة va te faire enculer connard tout simplement. Et je le supprime. Ousmou Cheikh Abu Talaba Al-Khshaymi. Ya rabkoum ala balkoum belli tous les pseudo arabes cheikh abakoum belli nafs rabkoum bsbat ala balkoum belli ma saarfch barbkoum kaع. Nzid ngoulkoum haja، انا قراني على دين محمد، وانتوما ولات كذا وكذا العاهرات على دين عباد مقودين كانوا يصدروا يسكروا ويديسيديو. كما قال لي محمود هذا خليك من ربهم، بيان سور خليني من ربهم، مي يفو بيان كو جو ريبوند. وي بوفي ابلي سو 06 50 04 53 28. Donc je reviens. Concernant le SKD, يعني السيارات اللي تدخل وينفخ الرواد ويقول لك اي مونتاج الجزائري، je suis d'accord مع تبون. Concernant l'économie, honnêtement, صراحة attention في الديسكور تاعو، راني نقول في الديسكور تاعو je suis d'accord. لكن قال له نسمع حديثك نأمن نشوف عمايلك نستغرب. صافي دير كوا؟ صافي دير الخطاب الموجه للشعب، لو ديسكور ديريجي اونفر لو بوبل، الى اكسترا اوردينا. هذا واش يطلب الشعب، لكن لو تيران حاجه اخرى خلاص.